نية من يجي شخص يخطبها ومن أهلها ينطونها لهذا الشخص، راح تجي أمانة برقبتك اليوم الدين، ومفروض تحافظ عليها وتخليها حالة حال أخواتك، وما راح تتجاوز عليها وما راح تهينها وما راح تنقص من كرامتها. مفروض أنت ترفع راسها على مود هي يرفع راسها بيك، بس من تجي أنت ما تحترم زوجتك وتضربها وتعاملها بالإهانة وبالغلط كله على مود لعبة سخيفة، لعبة بابجي، لعبة هي لعبة حالها حال ألعاب إلكترونية. بس إحنا شفنا عندنا أكو ناس مدمنة بهاي اللعبة، شلون يوصل مرحلة اللا احترام الزوجي ويضرب زوجته ويضرب أطفاله ويعوف شغله ويعوف كل شيء على مود هاي اللعبة. قصة بيها ألف 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 معنى ومعنى، وأتمنى توصل كل بيت عراقي بهمتكم وبهمة لايكاتكم. أتمنى تخلونا لايك، تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس وتصلون هاي الحلقة أكثر من 20,000 لايك، لأن بيها رسالة مهمة والله العظيم. طبعا تروي لي هاي البنات تقول أني إجا شخص غريب خطبني، وتعرفون يوم الخطبة إجا شافته وشافها، هي انعجبت بشخصيته وهو كذلك انعجب بالبنية، وقال لهم أنا موافق والبنية وموافقة، فإجوا وخطبوا البنية وصار بيناتهم غايب وحاضر وجا موعد الزواج وتزوجوا. فتقول اجت مرحلة الزواج ماكو شيء، اول شهر واول شهرين زوجي قايم مثله بكل واجبات الزوجية على عيني وراسي، الرجال طبعا ملتزم بشغله يروح ويرجع، بس تقول دخلت علينا لعبة البابجي، قام هذا الانسان يلعب اللعبة شوية ويروح الشغلة حياته طبيعية، بس هذا الانسان قام يتطور باللعبة شوية شوية، عصب نوبات ما يلتقي بيه، شبيك حبيبي، شبيك ابو فلان، ابو فلان ملتهي باللعبة وعيونه بالموبايل وناسي مرته. فتقول شهر شهرين ثلاثة تطورت الحالة الى سنة، هذا الانسان قام يهمني قد يعني باعتبار ان متزوج اللعبة ما متزوجني اني كمرته. وانتم تعرفون المرأة من تقعد هي وزوجها بالغرفة لازم يكون يهمهم كلام جميل، تصرفات حلوة، يسألها ايش محتاجة، خوما مريضة، لان هاي امانة، والعالم من تعطي مرة الشخص تأمنها تأمنها تأمنها، لأن هاي شرف وسمعة. فتقول بقى يهمني هذا الإنسان، فقعدت وياه وقلت له يا أبو فلان أنا مرتك وما انقصر وياك بشي ومخليتك على عيوني، شنو السبب اللي خلاك تغير علي؟ الإنسان عصبي وشارت أول مرة جديدة علي وضربني وتحملت وما قلت له لي، وقام يجاوز علي مندمج باللعبة، وصلت المرحلة بي يعوف الشغل مالته على مود اللعبة، قامت المرحلة بي عاف صلاته من وراء اللعبة، والله العظيم تقول روحي طلعت. فتقول يعني كارثة كارثة، الإنسان يعني من إنسان يعني أبو جهالي مخليته بين عيون، قام ما يحترم عصبي وقام يكفر وجقارته بحلقة وظل الصبح قاعد عاف شغله، يعني حاجت أمه حاجت أبوه حاجوه ماكو، وفوق هذا الظلم كله يجيني ويقول لي أهلي حجوا علي وتجاوزوا علي بسببش وانت منافقة وتوصلين حجي يابا، أنا حجيت لمصلحتك. يقول كانت الضربة كلش قاسية، كتني موتاني موت ووداني لأهلي، وورا فترة اجا وودى وراي ورقة الطلاق وطلقني على مود لعبة البابجي. تقول الرسالة لكل رجال، كل رجال عنده غيرة، انت من متزوج لك مرة وماخذ هاي المرة مخليها مجرد تسلاية، لا تسأل عليها، لا تعطيها مصرف، لا تقلها شلونش، مجرد لعابة ومجرد تغسل لك وتطبخ لك، لا، المرة فرض تحافظ عليها مثل ما تحافظ على نفسك، إذا بزيتك إبرة أنت راح تقول آخ، بينما أنت مرة حاطها بغرفة وساد الباب عليها ولا تسأل عليها ولا تشتري لها. المرأة أمانة برقبتك، مثل ما تشوف هاي المرأة تشوف أختك. فكانت رسالة هاي البنية للناس، بس رسالتنا إحنا تختلف، لأن كل إنسان يتزوج لمرأة وما يحافظ عليها هذا مو رجال، هذا مو رجال. تعرفون ليش؟ لأن المرأة أمانة، والعالم من تعطي شخص يتعاتب باسرع بأبوك وأمك، ومن تصير وحدة أو اثنين راح ما يحاجونك أنت، يحاجون أمك وأبوك، وراح يجوز يغلطون على أمك وعلى أبوك، وما حد يقبلها اليوم ينغلط على أمه وعلى أبوه يصير مشاكل بسبب لعبة. فكل إنسان يتزوج لمرأة يحافظ عليها ويخليها بين عيونه، لأن مهما كانت هاي لعبة إلكترونية وباسرع عقبة منتهية، بس المرأة أو متجهال مستقبلا ما راح تنتهي، ومن راح تطلق وتروح تخطب باشر عقبة يسيلون عليك يقولون شنو السبب تطلق، ليش طلق مرته على مود لعبة بوبجي، منو راح يطيق بعد، صح لو لا؟ فهاي كانت الرسالة إلى أخواننا وناسنا، وأتمنى الاهتمام بالزوجات، لأن هذا الشيء يسبب انحراف. شلون انحراف؟ إذا أنت ما محترم زوجتك
وما مداريها وما مخليها بين عيونك، راح تضطر هاي المرة تخونك والصادق براسك، وباشر عقبة من تلقاها خاينتك تجي قبل تقتلها وتسوي قوامة على أهلها وتسوي لك مشكلة وعاري لا، المرأة مثل الهواء، ما تقدر تعيش إذا ما تشتم الهواء. فهاي مرتك مثل الهواء، داريها وحافظ عليها ودير بالك على مرتك، لأن دائما دائما المرأة هي صديق وأخ وقت الضيق. فكل إنسان دير بالك على مرتك وخليها بين عيونك. أتمنى الرسالة وصلت لهن وناسنا، وأتمنى تشاركون الفيديو بالفيسبوك بالإنستغرام بكل مكان، بالخاص مع الفيسبوك يعني بالمازنجر، بكل مكان شارك القصة على مود توصل الرسالة. أحبكم هواية، شكرا لهنانا لنتابعة الحلقة كلها، وأحبكم هواية وثيمان.